أجانب. طب ما احنا عارفين دي بتساوي مين؟ يو في دي اللي بتبقى فوق، فده كده الصرف هيطلع لي ايه؟ ده طبعا من بي إلى إيه، فده بقى نلت التكامل من بي إلى إيه، إيه دوت بي إف. عشان المسائل بس للسهولة ممكن أشيل النيجاتيف دي وأخليها إيه؟ بولتج، يبقى من إيه إلى مين؟ إلى بي إيه دوت. دي رياضة، حتى من الآن رياضة، مالهاش معنى في رياضة. عشان بس لما أجي أقول في إيه ناقص في دي، يبقى الانتجريشن من إيه؟ من إيه إلى بي، ماشي بنفس الإيه؟ الترتيب، تمام؟ وما جينا قلنا عايزين نعرف في إيه؟ قلنا هنحط النقطة دي قد إيه؟ إنفينيتي. يعني في إيه بقى؟ أنت بقول الكلام ده بس هحط يو بي وفي بي بكام؟ بزيرو، يبقى الانتجريشن ده في الآخر من إيه بقى؟ من إيه لمين؟ ده عشان يبقى البوتنشال بتاع مين؟ بتاع مين؟ طيب هقطع عايزين نعمل العكس بقى. لو انت عندك الالكتريك فيلد جيفن، انت عارفه في المنطقه دي مثلا في المدرج ده، وعايز تجيب فرق البوتنشال ما بين النقطه دي والنقطه دي، تقول هتعملها تطبق الايه؟ في علاقه دي هتعمل انتجريشن للاي فروم بوينت اي لبوينت مين؟ بي. ده لو الاي جيفن، يعني معنى كده لو الاي ده جيفن وانت حبيت تجيب البي، يعني انا رايح من الاي الى البي، اعملها ازاي؟ اقول ناقص انتجريشن اي دوت اي ال، الناقص دي عشان جايه معنى فيزيائي، تمام؟ طب انا عايز العكس بقى، العنوان بيقول العكس، العنوان بيقول ايه بقى؟ الكتريك فيلد فروم البوتنشال. طب انت لما تيجي يبقى عندك الاي هتعمل انتجريشن، يعني كده عمليه انتجريشن، عمليه تكامل. يعني معنى كده لو عايز ارجع بقى من ال V اروح لل E يبقى اعمل ايه؟ يعني لو كملت ال E يديني ال V. طب لو عايز ارجع العكس يديني الديفرنس فانكشن، كنت خطوها في اول موضوع التكامل، قال لك لو فانكشن عباره عن ديفرنشيشن الديفرنس بتاعها اعمل ايه؟ انتجريشن. او لو بعمل انتجريشن بالظبط كده كانك بتقول ايه؟ الانتجريشن بتاع X يبقى مين؟ اكس سكوير على 2، مش كده؟ الديفرنشيشن بتاعه 2 اكس، يعني هما الاثنين حاجه بيراجعوني لبعض. يعني معنى كده عشان اعمل ديت هعمل عمليه ايه؟ ديفرنشيشن، تفاضل. طب هفاضل ازاي؟ لازم نبقى عارفين ان الالكتريك فيلد ده فيكتور، يعني اي وجي وكي في كذا كومبوننت، مش كده؟ والفي ده سكيلر. طب هفاضله ازاي؟ تخيلوها كده، لو ال V ده فانكشن بس في ال X، فانكشن فقط في ال X، معناها ايه؟ معناها ان البوتنشال بيتغير فين؟ باتجاه ال X بس. كل ما ال X يتغير كل ما ال V بومب تتغير. يبقى الفاريشن بتاع ال V بيتغير فين؟ باتجاه ال X، يبقى ما هعمل ديفرنشيشن، هفاضل بالنسبه لايه؟ X بس. باتجاه ايه لو ركبت ال X في اتجاه ال X؟ يبقى عباره عن مين؟ يبقى ال EX هو عباره عن الديفرنشيشن بتاع ال V بالنسبه لمين؟ ل X. طب لو كان ال V فانكشن فقط في ال Y يبقى معناها بتتغير حسب الايه؟ ال Y. ايه اللي خليه يتغير في اتجاه ال Y؟ معناها ان انت في اتجاه مين؟ ال Y، لان الاي دوت دي ال ليها قيمه. الاي في اتجاه مين؟ ال Y. نفس الكلام بالنسبه لل Z. لو انا جيت فضلت ال E ال V ده بالنسبه لل Z، فده يديني الايه؟ الكومبوننت بتاعت الالكتريك فيلد في اتجاه مين؟ ال Z. عشان كده بنيجي نقول ان العلاقه ما بين التفاضليه بتتكتب كده E بيساوي ماينس المسلسل اللي ده اسمه جراد، جراد في، وده ماثيماتيكال اوبريتور هتاخدوهم بالتفصيل ان شاء الله في جامعه سنه اولى. هتاخدوا في موضوع كبير قوي اسمه بارشال ديفرنشيشن. البارشال ده حاجه اسمها اوبريتور بقى، ده اسمه الايه؟ ده اسمه الجراد، جراد مين؟ الفي. ده عباره عن ايه بقى؟ بعمل ازاي بارشال ديفرنشيشن؟ ادي الناقص بارشال في بارشال اكس، ايه علامه البارشال ايه معوجه؟ دي معناها بارشال ديفرنشيشن. ليه؟ لان الفي ايه داله في اكس وواي وزد. ازاي فاضلها بس بالنسبه للفي؟ يقول لك والله فاضلها بالنسبه لاكس وتعتبر اي واي واي زد ايه؟ سواد. بس ده معنى البارشال ديفرنشيشن. طبعا ده تفسير رياضي انا مش عايز ادخل فيه عشان ما نخشش في محاضره ايه؟ رياضه. تمام؟ بس انا بقول لكم القانون على طول، لان القانون ده ليه استنتاج رياضي. بس انا هاخد الايه؟ الصوره بتاعته، شرحناها بس من ناحيه فيزيائيه وخلاص. يبقى ده اديني مركبه الاي. لو فضلت ال في بالنسبه لواي اديني مركبه مين؟ الجي. لو فضلت في بالنسبه لزد اديني
دي مركبة مين؟ التغير في بالنسبة لزد اللي هي مركبة الاي زد اللي هي بتعمل التغير ده، ومركبة اي واي هي بتعمل التغير بتاع واي، ومركبة اي اكس اللي بتعمل التغير الجي في اتجاه مين؟ اتجاه اكس. ازاي نعمل احنا بقى البارشال اللي بتعمل ازاي؟ سهل جدا. لو انا بكامل، لو انتوا بتكاملوا مثلا 3 اكس سكوير بيطلع بكام؟ 6. هو الحقيقة عبارة عن مين؟ 3 لأنها كونست. وهتعمل ديفرنشيشن لمين؟ اكس سكوير بس. اللي هو الدريفيتيف بتاعها كام؟ 2 اكس. فبتقولوا 3 في 2 اكس يبقى كام؟ 6 اكس. هو نفس الموضوع. لو انتوا بتفضلوا واي اكس سكوير بالنسبة لاكس، يبقى الواي زيها زي مين؟ زي الاثنين بالظبط. هكنها على جنب واعمل دريفيتيف لمين بس؟ اكس سكوير. لو خدنا مثال، لو جيت خدت مثال كده اهو، هاجي اقول لو الفي ديت عبارة عن اكس سكوير واي زد كيو زائد اكس بلس واي سكوير، عايز اوجد فايند الاي ات 1 و3 وناقص 2. عايز اقول اكس ريفيكت عن النقطة دي. طبعا اكس ريفيكت لو عملها هيفيكتور 5 اي زائد 3 جي زائد 4 مين كي. فهقول ايه؟ العلاقة بتقول ان الاي ده بيساوي ناقص الدريفيتيف، يبقى فاضل في بالنسبة لإكس اديني مركبة اي، هفاضل في بالنسبة لواي اديني مركبة جي، هفاضل في بالنسبة لزد اديني مركبة مين؟ كي. هعمل دريفيتيف ازاي؟ الناقص ما انساهاش، الناقص دي جاية منين؟ من الفيزيكال مينينج. جاية منين؟ من كلمة اجنت. جاية من الشرح بتاع الدكتور. تمام؟ طيب عايزين نفاضل في بالنسبة لإكس، يبقى اعتبر الواي والزد ايه؟ كونستنت. يعني معنى كده الاثنين دول زي ما هما، يبقى تفاضل اكس سكوير ب 2 اكس وادي الواي والزد كيوب لوحدهم. تمام؟ ثابتينهم انتوا زي ما هما، تفاضل اكس سكوير بكام؟ ب 2 اكس. طب تفاضل اكس بكام؟ 1، يبقى ده زائد 1. يبقى ده كده اديني مركبه الار. ليه؟ لان تفاضل واي سكوير بكام؟ ب 0. طيب عايز اعمل دريفيتيف لمركبه الايه؟ الجي. افاضل بالنسبه لواي، يبقى اكس سكوير وزد كيوب دول كونستنت زي 6 و7 و8. التفاضل بتاع الواي بكام؟ 1. طيب تفاضل الاكس بكام؟ ب 0. تفاضل واي سكوير ب 2 واي، ودي عباره عن 2 واي في اتجاه مين؟ الجي. تمام؟ طيب عايز افاضل بالنسبه للزد، يبقى اعتبر الاكس والواي ايه؟ سواء. يبقى دي اكس سكوير في واي دول سواد. تفاضل زد كيو بكام؟ ب 3 زد سكوير. طب تفاضل الاكس ب 0، تفاضل الواي دي مركبه مين؟ الكي. تمام؟ يبقى كده جبت الالكتريك فيلد فيكتور كفانكشن في الاكس بيتغير مع مين؟ مع الاكس والواي والايه؟ والزد. لما اجي بقى دي عند نقطه 1 و3 و2 اعمل ايه؟ اعوض. اعوض بكام بقى؟ بواحد وثلاثة وناقص مين؟ اتنين. هيجي لي رقم في اتجاه اي، رقم في جي، رقم في مين؟ في كي. يبقى ده الالكتريك فيلد عند النقطة 1 و3 وناقص مين؟ ناقص 2. ما يجيش طالب يعمل ايه بقى؟ يروح معوض الأول بالنقطة دي في الفي، هيطلع ايه؟ رقم. مين اللي فاضل؟ زيرو. الكلام ده غلط. ده أنا أصلاً بجيب الإي كفانكشن منين؟ من الدريفيتيف بتاع مين؟ بتاع الفانكشن بتاعت الفيلد. افاضلها الاول عملت ديفرنشيشن، يبقى كده هتيجي تكتب الفيلد از فانكشن اوف اكس وواي ومين وزد. وبعد كده ابدا اعمل ايه بقى؟ اعوض بيه. تمام؟ طيب لو قلت لك المساله ديت ساعات رحت طالبين منها حته، انا كده سالتك في ايه؟ في العنوان ده اللي هو العلاقه ما بين مين؟ ما بين الاي والفي، جيبهم ازاي بينهم من بعض. تمام؟ ممكن راح ندخل جزئيه في الحته دي. علاقه دول ببعض. تمام؟ يعني ممكن اجي اقول لك ايه؟ اجي اقول لك مساله كده بقيتها فايند الورك تو موف 20 مايكرو كولو فروم 1 و3 و5 تو 2 و4 و-6. اي نقطة؟ بسألك بقول لك عايز اجيب الورك عشان احرك شحنة قيمتها كام؟ 20 مايكرو كولو من النقطة 1 و3 و5 للنقطة 2 و4 و7، اللي هي التعريف ده. فأنا هاجي
ايه؟ عشان اعمل مسميات عشان امشي مع ديت، فانا هسمي النقطة ديت مثلا B والنقطة دي ايه؟ ايا كان عايز اسميهم اي حاجة. يبقى انا كده المطلوب مني ايه بقى؟ مش كده المطلوب مني عايز الوورد، بصوا كده من اليمين للشمال، عايز الوورد من اللي فين؟ من B إلى A. مش ده انا بقسمه على الكيلو. شوف ارجع ازاي؟ بيرجع عباره عن مين؟ في ماينس بي، صح كده؟ مش ده الديفينيشن اللي خدناه الطويل؟ ما انا كده بسالك في الديفينيشن. يبقى الورد ما تقسمه على فيه ليه؟ البوتنشال ديفرنس. مين ناقص مين بقى؟ من ايه؟ ناقص مين؟ طب تجيبه ده ازاي وده ازاي؟ خلاص سهل. مش انت عايز الماجنتيود بتاع الفي عند النقطة A اللي هي 2 و4 ناقص 6 تعمله ايه؟ اخد النقطة دي وعوض بيها في الايه؟ في الفانكشن يديني الماجنتيود بتاع قيمه مين؟ البوتنشال عند النقطه 2 و4 ناقص مين؟ 6. طب اجيب دي ازاي؟ نفس القصه عوض عشان كده انا سميت النقط دي عشان ما تلخبطش. بسميها A وB A وC اي حاجه. يبقى انت عايز البوتنشال عند نقطه A يبقى اتعوض بالايه؟ بالاحداثيات بتاع نقطه مين؟ A. عايز الايه؟ البوتنشال عند النقطه B فاتعوض بالايه؟ بالاحداثيات بتاع النقطه مين؟ B. يبقى انت كده جبت الايه؟ جبت الوورد عشان تحرك الشحنه. الشحنه دي هعوض عنها بكام؟ بكام؟ الشحنه عايز ايه؟ سواء بوزيتيف او نيجاتيف هعوض بايه؟ الشحنه بتاعتها. يعني لو انا نيجاتيف 20 اختار بص يعني نيجاتيف، هل انت استخدمت نيجاتيف في حاجه؟ لا يبقى نيجاتيف، يبقى ده عباره عن مين؟ يبقى ديت 20 ماي كنترول. دي الشحنه اللي انا عايز ايه؟ انقلها. يبقى كده انا سالتك في الجزئيه العلاقه ما بين الاي والفي تجيبهم ازاي رايح جاي مش كده؟ يعني لو عندك الفي تجيب منها الاي ازاي؟ حاجه ثانيه سالتك في الديفينيشن المهم بتاع الايه؟ يعني ممكن السؤال يبقى بطريقه ثانيه في الديفينيشن برضه يقول لي ايه بقى؟ فايف البوتنشال انرجي ديفرنس. عايز اعرف البوتنشال انرجي ديفرنس ما بين النقطه بي والنقطه اي. عايز الانرجي بوتنشال ديفرنس، فرق البوتنشال. يقول لي فايند ذا ديفرنس ان بوتنشال ريسك بين نقطة B ونقطة A. يبقى هو عايز مين؟ عايز U A ناقص مين؟ هي نفس القصة برضه. ما طلب مني الورك. بس خلي بالكوا بقى هنا هيبقى مين بقى؟ هو عايز U B ناقص U A يبقى البوتنشال V B ناقص مين؟ V A اللي هما الاثنين نفس المعنى. يبقى بدل ما اطلب ده او انا عايز اجيب ده اطلب مين؟ فكده بسألك في الايه؟ في الديفرنشال الطويل عشان كده ركزت فيه المره اللي فاتت قعدت اشرحها بالتفصيل والقوانين دي كلها جت منين. واضحه كده يا شباب؟ يبقى سواء طلب دي طلب دي هو كانه بيطلب انرجي في الاخر. والاثنين دول انرجي يعني لو جاتهم من ايه؟ بالفي قلنا عندكم هي نفس الكيول. لان الاثنين دول جور بالكولوم هم بوتنشال فولت. جور بالكولوم هم عباره عن مين؟ عباره عن فولت. واضحه كده يا شباب؟ طب نشوف بقى كده الدنيا دي واضحه؟ نشوف هنستخدم دي ازاي بقى في الايه؟ في الكونتينيوس تشارج. يبقى الموضوع ده كده واضح؟ معنى كده انا بجيب البوتنشال ديفرنس ما بين اي تو بوينت مش كده؟ وعلى الانتجريشن فروم اي تو بي اي دوت دي ال. يعني اي مصدر يعمل الكتريك فيلد هيبقى ليه تاثير على الايه؟ الكتريك بوتنشال مش كده؟ زي ما خدنا في الايه؟ في الكتريك فيلد جبنا الكتريك فيلد بتاع بوينت الشارج وجبنا الكتريك فيلد بتاع مين؟ كونتينوس الشارج بعد كده جبنا الكتريك فيلد بتاع مين؟ سي دايمنشن الشارج بقى اللي هم سفيريكال سيرفيس وسبيريكال فوليوم والسلندر اللي ليه طبيعي مش كده؟ يبقى زي ما خدنا كل السورس المصادر بتاع الكتريك فيلد هناخدها فين؟ في البوتنشال من هدف كل ايه اشوف بقى بيعمل بوتنشال ازاي؟ اللي احنا درسناها امبارح درسنا مين؟ البوينت الشارج مش خدنا الكتريك فيلد بتاعها وعملنا له انتجريشن طلع لنا قانون مش معترفين ان القانون طلع كيف في كيو على الارض مش كده؟ والكتريك فيلد طلع كي في كيو على ار سكوير مش معترفين ان في واحد تكون الثاني والثالث فضل الاولاني مش كي في كيو على ار لو جيت عملت لها ديفرنشيشن بالنسبه لار ده هو ده الفاليبل تفاضل دي بكام؟ ناقص واحد ار سكوير مش كان في ناقص اصلا في الجريد؟ ناقص ناقص في ايه؟ زائد لو عملت انتجريشن لديت انتجريشن لواحد على ار سكوير يطلع ايه؟ ناقص واحد على ار يعني تبقى ايه؟ فين علاقه ايه؟ تكامل اجيب الفي تفاضل اجيب مين؟ الاي. طب ده بالنسبه لبوينت الشارج. بالنسبه للكونتينوس الشارج لو انت عندك كده نفس اللي قلناه في الكونتينوس الشارج ده عندي هنا كده ايه؟ واير كونتينوس الشارج
لندا كولوم بير متر، وعايز اجيب الفي هنا. عايز اعرف الفي بكام؟ بتاع القصه دي، نفس الموضوع بالظبط. لو انا قسمت اللاين ده لبوينت تشارج صغيره، فهاخد ديت طولها دي ال. يبقى ليها تشارج صغيره اسمها زي كيو بتساوي لندا دي ال، مش كده؟ مش انا اقدر اجيب البوتنشال بتاع الشحنه الصغيره قوي ديت، هسميه ايه؟ دي في. البوتنشال بتاعتي يعني هيئه ايه بتاع الصغيره اللي واخدها ديت؟ الاليمنت ده عباره عن هيئه ايه؟ بوينت شارج. طب احنا عارفين قانون بوينت شارج ولا مش عارفينه؟ عارفين. استنتجناه ان هو عباره عن مين؟ كي في مين؟ في الشحنه اللي هتبقى دي كيو اوفر الديستنس او ار. لو انا قعدت اعمل سبمشن نفس الكلام اللي شرحناه قبل كده، سبمشن للاي في بتاع اي زائد اي زائد اي زائد اي، سبمشن بجمع، مش التجميع ده عباره عن ايه؟ انتجريشن. يعني اصلا كرياضه لو انت عملت انتجريشن، الانتجريشن بتاع الفي في يدي ايه؟ يدي في. يعني معنى كده كل اللي هتعمله هتكامل دي كيو كي في دي كيو على مين؟ على ار. ده اسهل بكتير جدا من الكتريك فيلد. ده كان شغلانه الكتريك فيلد. ليه كان شغلانه؟ ايه الفرق بين الاثنين؟ هو الالكتريك فيلد فيكتور ولا سكيلر؟ الكتريك فيلد. والفي عباره عن ورك على كيو، عباره عن انرجي على كيو، يبقى عباره عن ايه؟ سكيلر. يعني هنا عباره عن اعمل ايه؟ اخد الاليمنت اجيب الدي في بتاعه واعمل له انتجريشن. ولا هرسم بقى فيكتور زي الدي اي، ولا هعمل ريزولوشن باتجاه الاي واتجاه الجي، واقعد عن كل كومبوننت واعمل لها انتجريشن. ده اسهل بكتير قوي. يبقى الفرق ان الاي بشتغل مع فيكتور، والفي بشتغل مع مين؟ مع سكيلر. زي ما انتم كده كنتوا عارفين ان الاي فيكتور والفلكس الفلكس الفلكس سكيلر ولا فيكتور؟ ده انا قعدت اشرح العنوان بتاعه لوحده، صح؟ مش انا لما كتبت العنوان الفلكس بتاعه كده بالمرات فلكس، كتبت عنه كده فلكس ثرو اي سيرفيس، مش كده؟ قعدت اشرح يعني ايه سيرفيس، قلت ان هو عباره عن يعني ايه اوبن سيرفس ويعني ايه كلوزد سيرفس، وان الهيدر دي عباره عن ايه؟ فيكتور. بعد ما خلصتهم قلت اشرح بقيه العنوان يعني ايه فلاس. التوتال نمبر اوف الكتريك فيلد لاين كروسنج السيرفس. قلت لازم تختار كده بتاع حاجه تبقى كاتب الفاي سكيلر نمبر. طب اي سكيلر في الدنيا ده ممكن يبقى بوزيتيف او ممكن يبقى، قلت ايه المعنى بتاع البوزيتيف وايه المعنى بتاع النيجاتيف، مش كده؟ البوزيتيف معناه هو ايه؟ مش عارف كده خدت على كذا عملت ايديا كده او الوور، وقلت الثاني ايه؟ ان وور. مش اصلا الفلوكس عباره عن اي دوت اي يعني دوت برودكت. خدت في الميكانكس ان الدوت برودكت تطلع منه عايز تطلع ايه؟ ما شاء الله في طلبه في الايه؟ في المجموعه بتاعتكم جابوا الفلوكس في الامتحان امبارح وحطوا جنبيه جي وحطوا ماينس جي، اللي هو ملوش دعوه باي موضوع باي حاجه ولا في اي حاجه عاملين قلت التوتال نمبر ديفينيشن وديلو في لازم يطلع سكيلر ولا اي نقطه من دول اصلا معانا ينفع هو سكيلر الاجابه حلوه. الفلوكس اللي بتاخده حتى الامثله اللي حليناها الامثله اللي احنا حليناها طلعنا الفلوكس عمرنا طلعنا فلوكس اي او جي او كي مش مهم. طيب الفكره كلها كده انا عايز اعمل ايه؟ اخد اليمنت نفس الكلام واعمل له ايه؟ انتجريشن. شوف امثله على الكلام ده. ولا اعمل ريزولوشن ان انا هعوض على طول، مش كده؟ الدي في معناها
البوتنشال بتاع البوينت تشارج ديت. مش انت واخد الدي في بتاع بوينت مستخدمها ازاي؟ بوينت تشارج. انت تفتكر يبقى اخد قانون مين؟ البوينت تشارج اللي هو كي في الشحنه بتاعت البوينت تشارج اللي اسمها ايه؟ دي كيو اوفر الديستنس بتاعت الاليمنت. ديستنس منين؟ من التشارج للنقطه اللي هو هنا اشتغل عليها. يبقى معنى كده الدي في هيساوي ايه؟ كي دي كيو عباره عن مين؟ لندا في دي اكس. طب الديستنس؟ ديستنس عباره عن مين؟ اكس. مش واضح ان الرايت هاند سايد عباره عن كونستنت وفانكشن بس في اكس؟ يبقى كده عباره عن انتجريشن. لو عملت انتجريشن للكلام ده عملت انتجريشن للكوس سايد الناحيتين. ادي انتجريشن. الانتجريشن بتاع دي مين؟ في. ان هجمع من بدايه السن زي ما كنا بنكتب نهايه الايه؟ السن. يبقى ده من اول اكس بكام لغايه اكس بكام؟ ليه قلت اكس؟ عشان انا بكمل بالنسبه لمين؟ اكس. بشوف اكس بتاع بدايه السن واكس بتاع بدايه الايه؟ يعني اصغر اكس واكبر مين؟ اكس. اصغر اكس هنا الاكس بنساوي ايه؟ لاكبر اكس هنا ايه زائد ايه؟ يبقى معنى كده هكمل من ايه لايه زائد مين؟ ايه. يبقى ده هيديك الكين في لندا. انتجريشن واحد على اكس عباره عن لين. يبقى ده عباره عن لين اكس من ايه لايه زائد مين؟ ايه. يبقى ده هيديك الكين في لندا لين ايه زائد ايه على مين؟ طبعا هحسب لين ايه ناقص اف بي لين ده على ده. تمام. بس اسهل بكتير جدا من الجزء بتاع الالكتريك فيلد. ليه؟ عشان بتعامل مع سكيلر. بتعامل مع مين؟ يبقى بوتنشال سكيلر كان عمره ما يساوي 36 ايه؟ اي او جي او مين او كي. يساوي 36 بس. بس يعني ماشي؟ ماشي خالص المساله ديت؟ يونيفورم شارج يونيفورم لندن كله من كل ايه؟ بيت. فلو واحد نوع على ايه؟ نص الفايده كله. فعايز اوجد الفي عند الكولج فاجي اقول ايه؟ اول خطوه انا جاي واخد عنصر في اي مكان هنا كده عباره عن دي ال يبقى الدي كيو بتاعكم عباره عن لندا في مين؟ في دي ال. طب الديستنس بتاعكم هنا بتساوي مين؟ ار كابيتال. يعني معنى كده الدي في امور بوينت شارج كي في دي كيو اوفر ار. يبقى الدي في بيساوي ايه؟ كي لندا دي ال في الار سمول بكام؟ دايما بار كابيتال ثابته. لو عملت انتجريشن للاثنين دول الانتجريشن بتاع ده قد ايه؟ مش ده قد ايه؟ في لندا اوفر ار انتجريشن دي ال تكامل دي ال معناه في ازاي ايه؟ بجمع كروس صغير ده زائد ده زائد ده زائد ده على نص الايه؟ نص الدايره كلها مش كده؟ يعني انا بجمع الدي ال من اول الفكره ديت لغايه الجد ده بيجيلي ايه؟ المسافه من اول الفجوه دي لغايه الايه؟ يعني ده يديني ايه؟ كي في لندا على ار مش كده؟ في مين؟ في ال. والال دي اللي هي كام بقى؟ باي في مين؟ في ار. يعني نص الايه؟ واحد تاني يقول لي طب هو ليه ما فيش ليمتس في القصه الصغيره دي؟ اقول له ما انا ممكن اعمل ليمت من زيرو ال من اول ما كان المفروض لسه بشكل لغايه ما وصلت الدور الكلي بكام؟ بال. او ممكن بشكل تاني. شفتوا عارفين الدي ال؟ دي عباره عن ار دي سيتا صح؟ مش الار تطلع بره؟ هكمل الدي سيتا من اللي فين؟ مش من اول سيتا بصفر لغايه سيتا بكام؟ بفار. مش لما تعمل دي سيتا من صفر لغايه تطلع بباي ومضروبه في مين؟ في الار. ايه هي؟ في الار في مين؟ في الكره. تمام؟ طب بضطر اعمل القصه ديت لازم احط دي ال ار دي سيتا امتى؟ لو غيرت المساله ديت وكل اللي انا عملته قلت لك دي فانكشن في سيتا. اللندا دي بتساوي ايه؟ لندا نور كوزاين سيتا مثلا زي ما شرحنا في الالكتريك فيلد. يبقى مضطر اعمل ايه؟ يبقى لندا مش هتطلع بره. يبقى تفضل جوه بكام؟ لندا نور كوزاين سيتا. تمام؟ لو هي لندا نور كوزاين سيتا لندا تطلع بره وكوزاين سيتا تفضل جوه. يبقى لازم احط الدي ال منين؟ بار دي سيتا عشان اكمل بالنسبه لمين؟ دي سيتا. كام؟ لباي. طب نفس المسألة لو غيرت انا كده يا شباب
رحت قايل دي لمبه ودي ناقص لمبه. انا عاوزك تشوف حاجات فيها غلط. دي لمبه ودي ناقص لمبه، يبقى البوتنشال بكام كده على طول؟ على طول كده بكام؟ مش بزيرو؟ ليه؟ بصوا لو انا عندي هنا شارج نيجاتيف كيو والشارج هنا بوزيتيف كيو وقاعد بحسب هنا عن نقطة ايه المسافة ديت قد ايه؟ دي ار ودي ار يبقى الفي هنا بيساوي ايه؟ مش بيساوي البوتنشال بتاع دي زي الفي؟ مش بيساوي كي في كيو اوفر ار ماينس كي في كيو اوفر ار يعني المجال بتاع الثانية بيطلع كده بكام كده؟ بزيرو. مش لو دي بوزيتيف النص ده بوزيتيف والنص ده نيجاتيف مش كل حاجه اللي انت هنا انت واحد زيه هنا مش الكود بتاع ايه؟ قد الكود بتاع ايه بس بالسنه يا معنى كده توتال بوتنشال بكام؟ بزيرو. توتال بوتنشال يبقى بكام؟ بزيرو. ليه؟ لان الكود الموجب بتاع دي هيضيع مع الكود السالب بتاع مين؟ بتاع الثانيه. ادي مثال بسيط اهو. تو بوينت شارج واحده نيجاتيف والثانيه بوزيتيف ليهم نفس المسافه عند النقطه. يبقى البوتنشال بتاع دي كي في كيو على ار بتاع دي كي في ماينس كيو مش احنا بنكتب يبقى ناقص كي في كيو على مين؟ على ار وده كده كام؟ زيرو يعني مسافه حقيقتها كام؟ بصفر. اتفضل. لا بس هقول لك حاجه واضحه المساله يا شباب؟ طيب احنا قلنا مش شرحت لكم المثال اللي بتاع كوينت شارج قلنا لو انا عملت احنا مش شرحنا في موضوع الكوينت شارج في البي بس انا دي مسألة بتاعت البارح كده اي شكل هندسي وانا خدت البوتنشال عند النقطه ديت وهات الورك او الانرجي بوستر لا هيبقى السؤال كله عباره عن ايه؟ سؤال اسمه بوينت شارج. اجيب لك بقى بوينت شارج من اولها لاخرها بمعنى اديك مساله فيها ايه؟ اقول لك هات الالكتريك فيلد عند نقطه بعد كده اشتغلت الالكتريك فيلد بعد كده اقول لك عند النقطه ديت حطيت بوينت شارج هات الفرصه عليها يبقى تضرب الكيو في مين؟ في الاي. المطلوب الثالث اقول لك هات البوتنشال الكتريك بوتنشال عند النقطة ديت يعني هات الفي بعد ما تجيب الفي اقول لك بقى لو عايز احرك عايز الورك عشان انقل شحنة من النقطة لمين؟ لنقطة بعد كده سألتك في ايه؟ في كل حاجة انت استمتعت على بوينت شارج. نفس الكلام بالنسبة للكونتينوس شارج. عندنا مسائل كونتينوس شارج مش كده؟ في الايه؟ في الكتريك فيلد وفي كونتينوس فين؟ يبقى انا عايز اسألك على مين بقى؟ كل ما يخص الكونتينوس شارج. ازاي؟ نشوف مثال هنعمل فيه الايه؟ المسألة ديت والمسألة اللي قبلها وهناخد فيها جزئين الكتريك فيلد وايه؟ والكتريك بوتنشال. زائد الفي بتاع مين؟ بتاع الرطب، الأضمين مع بعض.
هو الفي بتاع السنتر سيركل بكام؟ زيرو. مش هي نصها لندا والنص الثاني ماينس لندا؟ يعني البوتنشال بتاع ربع الموجه هيضيع البوتنشال بتاع الايه؟ الجهد الزائد، لان هم على نفس المسافه زي ما شرحنا اللي فاتت. يعني معنى كده من حقك تكتب كده خلاص زيرو، ان البوتنشال بتاع الشحنه اللي هنا هيلاقي البوتنشال بتاع الشحنه اللي هنا اللي في السنتر النص الموجه بتاعت السالب بالظبط. يبقى الشحنه الموجبه كلها قد الشحنه الايه؟ السالبه، وكلهم دايما عند نفس المسافه. البوتنشال الموجب زي بالظبط البوتنشال ايه؟ السالب، وده كله بزيرو. يبقى هجيب مين بقى؟ البوتنشال بتاع مين؟ بتاع الرقم. حاجه اعمله لوحده زي المساله الاولانيه اهي. هقول ده عباره عن ار وده عباره عن ار. حاجه اقول بقى ايه؟ في بتاع الرقم بيساوي 2 تكامل الدي في، صح؟ ليه قلت 2؟ مش هما في سيمتري؟ اشتغل على واحد اجربها فين؟ في 2. نفس الشغل اللي عملناه بقى، هناخد ايليمنت هنا كده دي اكس، يبقى دي كيو بتساوي لندا دي اكس، والمسافه ديت مسافه عامه اسمها مين؟ اكس. يبقى ده بيساوي ايه كده؟ 2 تكامل تاني في دي كيو فقط، ده القانون بتاع بوينت تشارج. يبقى ده بيساوي ايه؟ 2 انتجريشن تي لندا دي اكس على اكس. مظبوط؟ طب الحدود التكامل بنلغي فين؟ اول السلك هنا اكس بتاعته بكام؟ فار لغايه اخر السلك اللي هو هنا اكس بتاعته بكام؟ يبقى هتعمل من ار ل 2 ار. يبقى ده هيجيب 2 ايه في لندن؟ مش ده هيطلع لن 2 ار على مين؟ على ار، يعني 2 كي في لندن لن كام؟ 2. بس كده خلصت الايه؟ يبقى كده جبت الفي هتقولش بتاع السيمي سيركل وبتاع مين؟ بتاع التوروس. نفس القصه. هاجي اقول بقى المطلوب التاني، هو عايز اي، يبقى اقول له اي بتاع السيمي سيركل زائد الاي بتاع مين؟ بتاع الرودز الاثنين. ده بكام؟ صفر. اشمعنى؟ مش انا عندي الشحنه موجبه يمين وشحنه موجبه شمال؟ الالكتريك فيلد بتاع الموجب دي هيروح فين؟ ناحيه كده اتجاه نيجاتيف ار، صح؟ والالكتريك فيلد بتاع دي هيروح فين؟ مش في سيمتري، مش في الشكل ده، زي ده بالظبط بالنسبه للاوريجن، سيمتري حوالين الاوريجن. يعني الالكتريك فيلد بتاع ده قد ده، بس ده في اتجاه نيجاتيف ار، ده في اتجاه بوزيتيف ار، يبقى كده بكام؟ بزيرو، صح كده؟ يبقى كده عايز اجيب بقى الايه بتاع السيمي سيركل. خلاص كده دخلت المساله بقى، رجعت لورا. مساله الايه؟ مساله الالكتريك فيلد اهي. ده شغلته بوزيتيف، ده شغلته ايه؟ نيجاتيف. انا بكلمها بس بسرعه، لقيتها قبل كده، يبقى ده عباره عن ايه؟ دي ال اللي هي لندا دي ال، هاجي اقسمه عند زاويه سيتا. تمام؟ يبقى ده المجال ده بوزيتيف، يبقى خارج منها كده، يبقى ده عباره عن ايه؟ دي اي، صح؟ الزاويه سيتا فين؟ هي ديت، وده هيديني مركبه مين؟ دي اي كوزاين سيتا، وتحت دي اي ساين مين سيتا. طب لو جيت خدت ايلمنت تاني من السيمتري، هاخد ايلمنت الناحيه الثانيه، مش ده عباره عن دي كيو بتاعته؟ دي كيو بتاعته هتساوي ناقص لندا دي ال. الناقص دورها ايه بقى؟ كلها هتعمله ان هي تخلي الالكتريك فيلد فين؟ رايح كده، صح؟ ده هيبقى عند نفس الزاويه سيتا، نفس الزاويه سيتا. لما اجي اعمل ريزولوشن يبقى ده هيديني ايه؟ 2 دي اي كوساين سيتا، ومركبه اللي فوق دي اي ساين سيتا، يبقى جت مع مين؟ مع ديت. بعد كده هعمل ايه بقى؟ هعمل انتجريشن لكام مركبه؟ مركبه واحده بس اللي هي مين؟ هبقى قايل ان دي اي بيساوي 2 دي اي كوساين سيتا في اتجاه نيجاتيف اي، يبقى ده يديني 2. الدي اي عباره عن مين؟ كي في دي كيو اللي هي عباره عن مين؟ لندا دي ال اوفر ار سكوير في مين؟ في كوزاين سيتا في اتجاه نيجاتيف اي. طب لو حبيت اعمل انتجريشن كده ده هيديني دي، بس السيتا متغيره ودي ال متغير، لازم نخليهم بالنسبه المتغير واحد. اللي هو عاملها ازاي بقى؟ ادي 2 كي ولندا اوفر ار سكوير بره، مش الدي ال ده عباره عن ار دي سيتا وادي الكوساين دي ده في اتجاه نيجاتيف بي باي. يبقى انا كده بعمل انتجريشن بالنسبه لسيتا، صح؟
ثيتا من اللي فين؟ ثيتا من اللي فين؟ عندها عامل فين؟ يبقى ده معناها ان واخد ايه؟ هو ايه؟ بتبقى كامل على مين؟ نص السلك بس، يبقى ثيتا من كام؟ من زيرو لكام؟ لباي على الاثنين، بس تعملوا انتجريشن كده جبت الايه؟ الاي. وانا حطيت المسائل دي كده ليه؟ عشان فهمك ان انت لما تيجي في السلك او موضوع بقيت فاهم بقى كده موضوع فاهم مين بقى؟ حاجه اسمها كونتينوس تشارج على بعض. من حيث الالكتريك فيلد بتعرف تجيبه، من حيث البوتنشال بتعرف تجيبه، تفهم السيمتري في الفي بيعمل ايه؟ والسيمتري في الاي بيعمل ايه؟ بس الموضوع كامل. السيمتري اتسالت فيه، الاي اتسالت فيه، الفي اتسالت فيه. واضحه كده يا شباب؟ ممكن يجي في الحته اللي لو سالتني هقول لي ايه؟ قال لي عايز الورك عشان انا يبقى لي شغله 20 مايكرو فوق فروم انفينيتي للاوريجن. اللي احنا دخلنا الجامعه بالمره. عايز الورك. الورك هيساوي ايه؟ يو في الفي مش كده؟ طب عايز انقلها منين؟ من انفينيتي للنقطة مين؟ ايه؟ تحسب القانون يساوي الشحنة اللي هنقلها مضروبة في البوتنشال بتاع نقطة الأوريجين. طب ما أنا حسبت البوتنشال أصلي. يبقى هضرب الإيه؟ البوتنشال ده في الشحنة اللي هو عايز إيه؟ ينقلها. يبقى سألني كمان في الجزء بتاع الديفينيشن بتاع مين؟ بتاع الإلكتريك إيه؟ بوتنشال إن أنا عندي الورك بيساوي كيو في الإيه؟ في الفي بتاع النقطة اللي أنا هجيبها من ما أنا هعمل إيه؟ النقطة اللي هو عايزها هي نقطة الإيه؟ الأصل. واضحة دي كده يا شباب؟ طيب عايزين نشوف بقى ازاي انا ممكن اجيب الفي اهو مساله تخليني اجيب الفي فانكشن اكس او واي او زد وارتب منها الاي عن طريق الايه؟ الديفرنشيشن. يبقى كده برضه سالتك نقطتين مع بعض الفي مع مين؟ ازاي تجيب الالكتريك في من البوتنشال فانكشن. شوف الكلام ده زي ما اشتغلتين مشهورين اول وخدتوهم لما بتوع الرينج والايه؟ والتست. شوف هنعملهم ازاي. انا بقى مخدش بالي من الحاجه طبعا غلط عادي يعني معايا بتاع الترك دي مش تحت ساين ثيتا ايه؟ لا الترك دي مش تحت ساين ثيتا المساله دي مدينا فين؟ انا عارف الشكل اللي هي فين؟ وعايز ياخد البوتنشال عند نقطه موجوده على ساين ثيتا على اي ارتفاع ثيتا اي ضيق اعمل ايه؟ الخطوات بتاعتي هادي اخد عنصر في اي حته اهو هادي اخد عنصر دي ال يبقى الدي كيو بتاعته بتساوي لمبا دي ال وبالمره على الرسمه اعرف الار بتاعته بكام هي دي الار مش دي الديستنس من الاليمنت للنقطه يبقى دي الار هي بتساوي كام؟ بتساوي روت زد سكوير بلس ار سكوير. طيب عايز اجيب بقى الدي في يعني معنى كده الدي في اللي انت واخده ده بوينت الشارج دي بوينت الشارج اللي من الصغير يبقى القانون بتاعها ايه؟ كي في دي كيو اوفر ار يبقى الدي في يساوي كي لاندا دي ال على ار الار بكام؟ روت زد سكوير زائد ار سكوير. لو عملت انتجريشن ده يديني ايه؟ في من الكونستانت هنا كي ثابت ولاندا ثابت وروت زد سكوير زائد ار سكوير ده ثابت يبقى ده كامل مين؟ في ده يديني في الاخر كي في لاندا على روت زد سكوير بلس ار سكوير الانتجريشن بتاع الدي ال يديني ال لو كاني بكمل من زيرو لغايه ال كلها يبقى يديني ال لا عباره عن مين؟ كانها بس عارفينها هتكون باي في مين؟ في اه. مين هي لندا ال كلها على بعض؟ لندا في اي طول تقول انا عباره عن مين؟ شفنا بتاعتها مش كده؟ لندا في اي طول قد ايه؟ توتال تشارج يبقى دي عباره عن مين؟ كي في كيو اوفر زد سكوير بلس مين؟ ار سكوير. ده كده الالكتريك بوتنشال بتاع مين؟ بتاع الرين عند نقطة فين؟ على المحور. مش النقطة دي لو اتحركت هنا أو هنا أو هنا الفي بتاعها بيتغير؟ واضح إن على اللاين ده الفي بيحصل له إيه؟ فاريشن مش كده؟ بيتغير مع مين؟ مع الزد ولا الإكس ولا الواي؟ كل ما الزد تتغير كل ما قيمة الفي تتغير يا جماعة كده ممكن أعمل إيه؟ يا
يبقى كده الالكتريك فيلد ايه؟ هو اللي ماشي كده، هو طالما الالكتريك فيلد ماشي في الاتجاه ده يبقى في تكامل اي دوت دي ال، اطلع برقم. يبقى في ايه؟ تغير في البوتنشال في الخط ده. يعني معنى كده لو حبيت اجيب ال اي مش ده بيساوي ناقص بارشال في بارشال اكس في اتجاه اي، بارشال في بارشال زد في بارشال في بارشال واي في اتجاه جي، زي بارشال في بارشال زد في اتجاه مين؟ دول بكام؟ هل البوتنشال على الاكس ده، الاكس ده بيتغير في اتجاه اكس او واي؟ لا. اشمعنى خلي بالك انا اخد نقطه خاصه، نقطه ايه؟ خاصه الاكس والواي بتوعها بكام؟ مش بزيرو؟ مش ده كده محور زد؟ الاكس والواي كانت اوردينيت بكام؟ بصفر. يعني كده ما اقدرش اجيب الايه؟ مش اصلا لما جيته اشتغلته، لما خدته الاي عملته المتجه كده وده كده وعملته ريزولوشن، كل الريزولتر كومبوننت كانوا كام؟ بزيرو، سواء الواي او الاكس، ما هم دول تفاضل على طول ادهم لي بكام؟ بزيرو. بدل ما كنت اعمل ريزولوشن ومش عارف ايه واقول دي اتجاه ده وده اتجاه ده يعيشوا ايه؟ بعض هي إيه اصلا من الايه؟ من التفاضل مش موجودين. لو عايز اعمل ديريفاتيف بقى مش ده ماينس دي باي دي زد، وانا لقيتها ليه دي؟ هي تفرق بس عشان خلاص اللي هو 1 فاريبل، عشان الفي فانكشن في مين؟ 1 فاريبل زي ما خدتوها في الكارب ستيب اللي فات، واي بيساوي اف اوف اكس، يبقى دي واي باي دي اكس انها فاريبل في مين؟ في اكس بس. تمام؟ يبقى دي كانها عباره عن عايز افضل دي بقى كي في كيو زد سكوير زائد ار سكوير ماينس هاف، اللي هي دي مركبه مين؟ الكي. ده يطلع كام بقى؟ قال النيجاتيف هي ما انساهاش كي في كيو، الدريفاتيف بتاع دي ايه؟ ماينس نص زد سكوير بلس ار سكوير مزفور كام بقى؟ الناقص نص يبقى كام؟ ماينس 3 على 2 مش كده؟ يبقى ماينس 3 اوفر 2. لسه الدريفاتيف بتاع اللي جوه، لكن انا فضلت الباور بس، فضل الدريفاتيف بتاع اللي جوه اللي هو اللي كام؟ مش الاثنين تروح مع الاثنين والنيجاتيف تروح مع النيجاتيف، بصوا الكلام ده هيطلع ايه بقى كده؟ مش هيطلع كي في كيو في زد اوفر ار سكوير زائد ان سكوير متفاور في اوفر 2 في اتجاه مين؟ كي. شفنا احنا الصمود ده قبل كده صح؟ بس ضخمة هو بنجيب، يبقى الطريقة دي أسهل. الطريقة دي إيه؟ أسهل إن أنا أجيب الفي وأعملها ديفرنشيشن أجيب مين؟ أجيب الإي. طب افرض إن في الامتحان قلت لك فروم فيرست برنسل وعايز تجيب الإلكتر فيلد بتاع الرينج، من حقك تعملها بدلالة الإي اللي هو الشغل اللي فات، ترسم الفيكتور وتعمل ريزولوشن والقصة الطويلة دي اللي هي المحاضرات اللي فاتت. ومن حقك تقول لي أنا عامل إيه؟ اجيب الفي الاول وبعد كده اعمل له ايه؟ الحلين صح. يعني مش هاجي افرض عليك حل اقول لك الطريقه الفلانيه، لا خلاص انت عندك كل الايه؟ كل التولز. حل زي ما انت عايز. هات الفي واعمل له ديفرنشيشن او اشتغل بالايه؟ بالاي كومبوننت واقعد اعمل ريزولوشن واعمل لهم انتجريشن زي ما واضحه. اكيد طبعا زي ما عملت الايه؟ الرين اكيد هعمل مين؟ التست نفس الاسلوب. بس خلي بالك بقى اللي انا عايزه هنا بقى قانون مين؟ عايز قانون مين انا؟ يبقى الفي بتاع الرين بتاع اي رين كي في كيو بتاعت الرين على روت ار سكوير بتاع الرين زائد زد سكوير صح؟ ده قانون مش كده؟ عايز اعرف بقى ايه هقلب المساله ديت لمين؟ لديسك. يبقى هرسم ايه؟ همسح كل ده الرنج دي يبقى ليها ايه؟ ليها سيكتس عشان لما تصورهم جنب بعض يدوا اريا، الدي ار دي زائد دي زائد دي زائد دي يدوا لي ايه؟ التوتال اريا. اي نص قطر ار سمول والسيكتس بتاعها دي ار، ادي السيكتس اهو. يبقى انا الاليمنت اللي انا باخده بقى هاجي اقول دي في، بصوا هكتب ايه بقى؟ هكتب تحتها رين. ليه؟ عشان في طلبه اللي هو شغال كتب دي في ويقول لي يساوي كي في دي كيو على ار. كتب مين؟ قانون بوينت شارج.
هو انت الاليمنت ده انت رسام لي انت الاليمنت اللي انت واخده ده بوينت تشارج وده الكيرف دي في بتاع القانون بوينت تشارج كده كتبت الاولانيه كتبت دي في بوينت تشارج ودي اخر ايه دي في تحتها ايه رينج القانون بتاع الرينج انا كاتبه هناك اهو مش كي في كيو بتاع الرينج كتبتها ايه بقى دي كيو الرينج هنا اصبح اليمنت اوفر روت ار كابيتال كاتب تحتها رينج شوف انا كاتبها ازاي روت ار كابيتال سكوير اللي هو بتاع مين هل الرينج دوت الرينج بتاعه ار كابيتال ولا هكتب هنا ايه بقى لان انا شغال على ان رينج الحمد لله بكتب كل معلوماتي يبقى الرينج بتاعها ايه ار سمول بلس زد سكوير طب الدي كيو بنجيبها ازاي عشان اجيب الدي كيو بص اكتبها كده الدي كيو بتاعت الرينج بيساوي سيجما في الدي اي بتاعت الرينج طب اجيب الدي اي الحمرا دي ازاي؟ بعمل ايه؟ بفرد الايه؟ الرينج ده كده يبقى ده الرينج بتاعها 2 باي ار في مين؟ في دي ار ادي الاريا ايه؟ لانها طول في عرض يبقى الدي كيو بيساوي ايه؟ بيساوي سيجما و2 باي ار في مين؟ في دي ار سيجما في اريا اريا طول في عرض الطول هو الرينج بتاعتك والهايت بتاع ايه هو الايه؟ السيجما طيب يعني معنى كده دي في كده بيساوي ايه؟ كي سيجما 2 باي ار بي ار اوفر روت ار سكوير زائد ايه؟ زد سكوير لو انا عملت انتجريشن للبوتنشال بتاع الرينج من اول رينج لاخر رينج صح كده؟ شوفوا ده الليمت ده فروم فيرست رينج لاخر رينج اول رينج اللي هي مين؟ ار زيرو واخر رينج ار كابيتال يعني كده ده هيديني في بتاع الريسك شفتوا الكلام مكتوب ازاي؟ انتجريشن الدي في يعني تجميع سميشن بتاع البوتنشال بتاع كل الرينج يديني البوتنشال بتاع مين؟ تس هو ده المعنى ازاي بتاعها يبقى ده يساوي ايه بقى؟ مين هيطلع بره؟ 2 باي كي اف سي انتجريشن ار ار سكوير بلس زد سكوير في باور نيجاتيف ار دي ار طلعت 12 رقم تاني تمام؟ طب من كام لكام؟ زي ما انتوا قلتوا هكمل لمين؟ من زيرو لمين؟ لار كابيتال. طب عشان اعمل انتجريشن مش بضرب في 2 واقسم على 2 ليه؟ عشان ده يبقى الليمت بتاع مين؟ البراكت ده كله. يعني كانها اف اوف اكس في اف داش. مش كده؟ حطوها طبعا في الايه؟ في التفاضل. يبقى ده كده هيديني ايه؟ هيديني 2 باي كي سيجما اوفر 2 ده هيديني ار سكوير زائد زد سكوير. تو ذا باور كام بقى؟ نص اوفر نص اه النص ده بيطلع مين؟ من زيرو لار كابيتال عوض بمين؟ بار كابيتال الاول يبقى الفي هيساوي انتوا عارفين 2 باي كيف سيجما دي بتتقلب لسيجما على 2 ايبسلون نص ايه اللي هعمله؟ طبعا انتوا عارفين ان الكي دي عباره عن مين؟ 1 اوفر 2 ايبسلون نص مش كده؟ مش ال 4 واي دي مع ال 2 واي دي كام؟ 2 يبقى كانها سيجما على 2 ايبسلون ايه؟ نو لما تيجوا تعوضوا هنعوض بمين الاول يا شباب؟ هنعوض بمين الاول؟ ار كابيتال عن مين؟ هشيل مين واحطها في ار كابيتال؟ ار سكوير مش دي تبقى روت ار سكوير بلس زد سكوير مش كده؟ ناقص انا خليت التفاعل خالص ده روت تمام؟ طيب ناقص روت 0 بلس زد سكوير يعني ده كانه عباره عن سيجما على 2 باي ايبسلون نور روت ار سكوير بلس زد سكوير ماينس زد ادي بوتنشال نفس القصه بنغير مع مين؟ مع الزد يعني واضح ان الالكتريك فيلد عند النقطه ديت فيها ايه؟ 1 كومبوننت اللي هي مين؟ الزد كومبوننت يبقى لو عايز اجيب الاي ده بيساوي ماينس جراف الفي اللي هو عباره عن بارشال في بارشال اكس بارشال في بارشال واي اتجاه جي بارشال في بارشال زد اتجاه مين؟ دول بكام؟ بزيرو يبقى عايز اعمل ديفرنشيشن اللي بقى ناقص دي باي دي زد بسيجما على 2 ايبسلون نور روت زد سكوير بلس ار سكوير ماينس زد عايز اعمل ديفرنشيشن طبعا ده في اتجاه كي يبقى ناقص سيجما على 2 ايبسلون نور
التفاضل ده يديني 2 روت زد سكوير بلس ار سكوير فوق الاثنين كام؟ 2 زد يعني 2 روت مع ناقص تفاضل زد بكام؟ 1 ادي الاي اهو. طبعا لو دخلت ناقص جوه هتبقى نفس القانون بالظبط جوه واحد ناقص الكلام ده يبقى ده فعلا نفس الايه؟ نفس القانون. لو تفتكروا حتى ما قلنا لكم قلت لك طب انا عايز اجيب الكتريك فيلد بتاع الانفاينايت شيت. انفاينايت شيت هو الريديوس ار كابيتال ده ما يكبر يبقى ما لا نهايه انفينيتي. الديسك ده هيتحول لايه؟ انفاينايت شيت. مش لو حطيت ار كابيتال بانفينيتي الفيلد ده هنا زيرو يطلع ايه؟ ناقص سيجما كان اكس نوت ناقص واحد اللي هو يطلع سيجما على 2 اكس نوت وده فعلا الكتريك فيلد بتاع مين؟ الانفاينايت شيت. انفاينايت شيت تاني برضه نفس القصه بتاعت الريديوس تقدر تعملها في الديسك. تقول لك برضه كومبريست برنسر زي ما انت عايز. تشتغل دي او تشتغل دي دي. فكده المساله دي كده احنا اشتغلنا الكتريك بوتنشال ومنه من الفانكشن بتاعته رحنا للعنوان الاولاني هو مين؟ ازاي اجيب الكي من الفانكشن بتاعت البوتنشال ايه؟ الكتريك بوتنشال انا بعمل ديفرنشيشن لاكس وواي ومين؟ وزد. طب في سؤال مهم كده هو انا بنفس الطريقه ديت لو النقطه ايه دي بقت هنا اعرف اعمل الشغلانه ديت؟ ليه؟ اصل تنفع بس الاضيات صعبه. ليه بقى؟ لان انا اصبحت فانكشن في مين بقى؟ في اكس واي وزد. مش النقطه دي لاحظتها؟ يعني ده الديسك كده ودي النقطه هنا ودي الاحتساب بتاعتي. الاكس والواي بتوعها كام؟ صفار. لو نقلتها كده او كده اصبح في ايه؟ اكس وواي ومين؟ وزد. مش ار سمول ده يبقى فانكشن في اكس وفي واي وزد يبقى مش هعرف اعملها بالايه؟ بالنسبه لكم يعني بالرياضه اللي انتوا عارفينها. انما ان انا لو انا اقدر اعمل دبل انتجرال تبقى تعرفوا تعملوها. زي ما قلت قبل كده اللي هيكمل قسم كهرباء هياخد بقى يقدر يعمل الكلام ده لان هو هياخد كل التولز الرياضيه اللي يقدر يعمل بيها الايه؟ الابلكيشن دي. يبقى انا هنا لو لسه سالتك هل بالطريقه دي اقدر اجيب الكومبوننت بتاع دي اكس ودي واي تقول لا ما اعرفش اجيبها ده ليه دي حاله خاصه. ليه دي حاله خاصه؟ عشان انا مختار نقطه خاصه. دي نقطه خاصه لان الاكس والواي بتوعها بكام؟ بزيرو. يعني اخر نقطه مش نقطه عامه دي نقطه على الاكس اكس بتاعها بزيرو واي بتاعها بزيرو عشان كده طلع ايه؟ الفانكشن ما فهمش اكس وواي عشان كده طلع بريفاتيف ما فيش اكس ومين واي. وفعلا على الاكس ده كل الهوريزونتال كومبوننت في الكتريك فيلد بكام؟ بزيرو. ده فعلا حقيقي جاي من ايه؟ من ده. واضحه دي يا شباب؟ طب في سؤال كده ازاي اجيب الاي من الفي؟ يبقى اسال السؤال كده في المساله دي واللي قبلها ان بعد كده لما تيجي تمتحن كونتينيوس الشوت تمتحن على موضوع كونتينيوس الشوت اللي هو يخصوا له هم مين بقى؟ الالكتريك فيلد والالكتريك ايه بقى؟ بوتنشال. خليك تجيب ده وده او خليك تجيب اللي هو اتفضل. نعم ده مش انا قلبان اجيب ال ازاي بجيب ال في من ال اي بتقول ماينس انتجريشن اي دوت بي ال الماينس دي ليها معنى لان من الاجنس مش كده؟ انما انا لما جيت قلبتها تكامل اي دوت بي ال قلت استخدم النسب الرياضيه اللي هي القاعده اللي هي ايه؟ لو قلبت الليمتس اقلب الاشاره دي تبقى ايه تاني؟ انما الكافيتكس عباره عن ناقص انتجريشن يبقى كان الدي في بيساوي ناقص اي دوت بي ال يبقى الناقص دي بتاعت الفيزكس يبقى بعمل ناقص الانتجريشن يبقى راجع اعمل تفاضل يبقى ناقص الانتجريشن. اللي هم كنا بنجيبهم عن طريق مين؟ كابل.
اول ما سالت يقول لي عندي سفيريكال سيرفيس سطح يعني تشارج عليه على ايه؟ اوت سايد تمام؟ توتال تشارج الكيوز بتاعها ار عايز اوجد الفرق البوتنشال من ايه الى بي يعني عايز اوجد في ايه ناقص في بي. طب هنا هعملها ازاي؟ مش انا قعدت اكمل الديفينيشن لغايه ما اوصل ان في ايه ناقص في بي يساوي لو حطيت الناقص بس اعملها عشان تبقوا عارفين لو حطيت الناقص وقلت دي دوت دي ال لو حطيت الناقص يبقى اقول ايه؟ بي ماينس اي دي الخطه طبعا انا كتبت ضمنه في الايه؟ في الكريتيكال جيومتري السفيريكال كوردينيت لما ار وثيتا وفور ده اسمه الايه؟ دايركشن بتاع مين؟ بتاع الار هو هو يبقى دي ال هي نفسها مين؟ دي ار مش انا لو حركت مسافه صغيره هنا لو حركت مسافه اسمها ايه؟ دي ار بعت اصبحت بدل ما كنت واقف عند ار بقيت واقف عند مين؟ ار زائد مين؟ بي ار. طب فاضل ارسم الكتريك فيلد. اعتقد رسمنا الكتريك فيلد قبل كده بتاع السفيريكال ايه؟ سيرفيس. كانه خارج منين؟ من السنتر يبقى كانه خارج من الموجب ده ماشي كده. ادي الاي. لما رسمتهم كده انا رسمتهم عند نقطه اي وبي انا بعمل الايه؟ بعمل الدوت بروجكت وانا ماشي من ايه الى بي. طيب معنى كده يبقى ما انا اشتغل بقى عشان اعمل انتجريشن من A الى B من A الى B عوض بقى لي مجال انت من حقك في المسألة دي تروح قايل ان T بتاع السفيريكال سيرفيس ده بيساوي زيرو لأي R أصغر من R كابيتال Q over 4 باي إبسلون نوت R سكوير لأي R أقوى منها يساوي احنا سميناها في المحاضرة لان قلت الاشكال من حقك تستخدمها سفيريكال سيرفيس سفيريكال فوليوم سفيريكال سيرفيس واير وفاينل شيت من حقك تستخدمهم على طول. طب انا دلوقتي لما اشتغل من A الى B يا ترى عوض بالزيرو ولا عوض بده؟ عوض بالقانون ده ولا ده؟ مش انا اصلا عشان اعمل انتجريشن من A الى B همشي من A الى B فانا ماشي في نفس الوسط ماشي في نفس المنطقه؟ لا انا ماشي جوه مار شويه جوه الايه؟ الكوره مش كده؟ جوه السفير وشويه بره يبقى الانتجريشن ده لازم تعمل على كم مرحله؟ ليه؟ انك هتمشي من هنا لهنا ب اي 1 المجال هنا اسمه اي 1 وهمشي من هنا لهنا بمجال ده اسمه ايه؟ اي 2 يعني معنى كده التكامل ده لازم اعمل تكامل من A ل R كابيتال E 1 دوت دي R صح؟ سميتها بقى دي R زائد الانتجريشن من R إلى B E2 دوت دي R. طب E1 بكام؟ E1 أنت ماشي منين لفين؟ من النقطة A للنقطة مين؟ للصح. المنطقة دي المجال فيها بكام؟ بزيرو، يعني معنى كده الحتة دي بكام؟ بزيرو. مفيش انتجريشن. الـ E هو الحتة هتمشي، أنا دلوقتي عايز أمشي يا شباب من هنا لغاية الحتة اللي بره. ماشي؟ وهنا شغال تكييف، في تكييف شغال. وأنا ماشي من هنا للحتة اللي بره، ماشي في نفس درجة الحرارة؟ لا، مش كده؟ يبقى المنطقة اللي أنا ماشي فيها من هنا لغاية الباب في درجة حرارة 28 18 وبره 30، يبقى معنى كده لازم أعمل إيه؟ أجزأ التكامل، أنا ماشي في منطقة درجة حرارة 18 بقيس همشي في منطقة درجة حرارة كام؟ 30، ما ينفعش إيه؟ أقول ده أنا ماشي في نفس الإيه؟ درجة الحرارة، هي نفس القصة. مش انا ماشي من هنا لهناك، مفيش مجال، مفيش مجال يبقى ده هنا بصفر، ماشي في المنطقة الأول فيها صفر. بعد كده ماشي في منطقة فيها إيه؟ مجال ليه قانون تاني. عشان كده عوضت عن إيه 1 بكام؟ بس حسب المنطقة اللي أنت ماشي فيها، يبقى اللي عايز أقوله وأنت بتعمل انتجريشن لازم تعوض في كل منطقة بالجي بتاعها. يبقى التكامل لازم أعمل إيه؟ أجزأه. يبقى من إيه؟ للسطح لو أر كابيتال، من السطح لمين؟ للنقطة بي. و اي 1 بكام حسب القانون ده؟ بزيرو، انا ماشي كده منطقه الالكتريك فيلد بتاعها بكام؟ بصفر. طيب الجزء الثاني بقى اللي هو الثاني ده عباره عن تكامل، مش ده اي 2 دي ار كوزاين صفر؟ انا رسمهم ازاي من الاي والدي ار بكام؟ بزيرو. طيب القانون بتاع الاي 2 الالكتريك فيلد اوت سايد لفتره القانون بتاعه ايه؟ عبارة عن كيو
over 4 pi epsilon naught r square dr. حتى بصوا الفاريبل ده dr عشان انا هكمل بالنسبه لr، dr هو الفاريبل. الr عامله لك ايه؟ بتتغير ولا ماشي؟ طيب حدود التكامل من اللي فين؟ مش انت هتكمل من r لغايه النقطه دي؟ يبقى هكمل من الريديوس بتاع السيرفيس لغايه الريديوس بتاع مين؟ بتاع مين؟ ار سكوير بتاع السيرفيس مش هي نفسها ار سبتك؟ لغايه مين؟ 3 ار، اشمعنى؟ هو قال لي النقطه دي ديت الار بتاعها كام؟ 3 ار. خلاص عايز اعمل انتجريشن للكلام ده، يبقى ده هيديني ايه؟ كيو على 4 ار ايبسلون نوت الانتجريشن بتاع 1 على ار سكوير نيجاتيف 1 على ايه؟ على ار من ار لمين؟ ل 3 ار. يبقى ده كيو على 4 باي ايبسلون نوت. انتوا عارفين ممكن اشيل النيجاتيف واعمل ايه؟ اشيل النيجاتيف واقعد بمين؟ بتحت الاول. تمام؟ اللي هو عباره عن 1 على ار ماينس 1 على 3 ار. يعني الفكره كلها في الموضوع انك بتيجي تقول ايه؟ فرق البوتنشال اللي انا وصلتها هجيبها بالقانون بقى النهائي اللي هو تكامل اي دوت دي ايه؟ يبقى الكوت تشارج خليها قانون. كيف في على ار بعد جمع وفصل ثلاث دوت الكونتينيوس اخد اليمنت اجيب البوتنشال بتاعه واعمل له انتجريشن. الاشكال المختلفه هجيب الاي واعمل له انتجريشن من النقطه اللي هي للنقطه الثانيه. يعني انا في المساله دي غيرتها قلت لكم هاتوا في ايه بس. لو عايز اجيب في ايه بس. في ايه؟ اعمل ايه؟ مش انا شرحتها قلت احط في ما لا نهايه. يعني كده انت عايز تجيب مين؟ في ايه ناقص؟ في ما لا نهايه. يبقى اعمل انتجريشن منين بقى؟ من ايه هنا؟ يبقى هتتجه من ايه للسطح؟ ومن سطح لفين؟ ما لا نهايه. يعني هي نفس القانون بس بدل 3 ار يبقى كام بدل 3 ار؟ يبقى ده هيجي لي كام؟ بس واضحه المساله ديت؟ بس 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 طيب خلاص بقى يعني اول فرق بس ان انا عايز ارسم الكتريك فيلد هرسمه ماشي من السنتر صح؟ ان في مجال جوه. انا بوضح لك يعني ايه؟ انت تبقى فاهم بس ان في مجال جوه. السطح دوت مفيش حاجه منه هتتغير مش كده؟ ده هو انتجريشن من ايه الى مين؟ انا عامل انتجريشن من ايه الى مين؟ يبقى همشي جزء فين؟ جوه السفير وجزء فين؟ بره. فهلف كده وماسك ده وكاتب رو في ار وبعد كده تجيب في النور. لان دي ما بقتش سبيريكال سيرفيس بقت سبيريكال ايه؟ كله. بقى في الكتريك فيلد جوه. يعني معنى كده هرجع اعمل ايه بقى؟ اشطب للزيرو ده كده. انا همسح كل اللي تحت. يبقى معنى كده ده بقى عباره عن تكامل مين؟ بتاع عباره عن رو في ار على 3 ايبسلون نوت في دي ار. طبعا عملت الاسلوبات وعوضته كله يعني. يعني دي 1 نوت دي ار دي ار تزال سي كانت تزال سي. من كام بقى؟ الاي دي احط مكانها كام؟ ار اوفر 2 الار بتاعتها. من اول ار بار اوفر 2 لغايه ار بكام؟ لغايه ار بتساوي ار كابتن كمان اول اوفر. يبقى من هنا لغايه ار كابتن. زائد الانتجريشن بتاع اي 2 لحد ما بره اي 2 بكام؟ كيو اوفر 4 باي ايبسلون ار سكوير دي ار من كام لكام؟ من ار ل 3 ار. طبعا عارف انتوا اساس التكامل ده خلاص ليه علاقه مش كده؟ التكامل دي هو على 3 ايبسلون نوت ار سكوير على 2 تعوض من ار على 2 لمين؟ ار كام؟ دي تكاملها ناقص واحد على ار سكوير اوف اي وفي 10. يعني الفكره كلها هي ايه بقى؟ ان انا هجيب مين؟ ان انا بجيب الاي بجيب الاي واعمل له عمليه ايه؟ تكامل. طب انا عمال بقى اشرح لكم واقول لكم ان انا مش هخصص المنهج جزئيه جزئيه، بعمل ايه بقى؟ بجيب مين بقى؟ هديكم مساله دي مساله فاينل.
اوريك ان انا ازاي امتحن او ازاي اصلا تعمل ايفالويشن لنفسك. انت فاهم انا ولا مش فاهم؟ هنجيب مساله فيها كل حاجه ازاي. وده على جاوس سيرفس.
هتروح لي تكامل تي ضد دي اي هيساوي تكامل اي دي اي كوزاين زيرو وتقولي هطلع اي بره يعني عباره عن اي في الاريا يعني اي في 4 باي ار سكوير بس لازم ترسم لي دوت عشان تسمعها كده على طول هرسمها ازاي؟ لازم اتجاوز بره ونص قطره ار سمول عايز اعمل عشان اعمل دوت برودكت لازم ارسم الاي والدي اي صح؟ الدي اي سهله بصوا الاي بترسم ازاي؟ مش هجيب لي الفيل بتاع من بوينت تشارج يمشي في اتجاه الريت يقف هنا يكمل ما ينفعش انك هتبني كده كده صح ولا لا؟ اه دي هنا بصفر ليه؟ ليه دي بصفر وانت مطمن؟ عشان ده كونتر لازم الاي يبقى جوه بصفر بعد كده بتجيب بوزيتيف تشارج كمل من هنا لغايه ما تكمل للاخر يبقى كده المجال من البوينت وقف هنا خلاص بدل ما شفنا موجبه وانتهى على شفنا سالب بعد كده كمل الموجب راح لفين؟ لما انا نهايه وقال الدي اي اهي خلاص انت وضحتها لي وضحت الجزء بتاع الليفت هاند سايد عايز بعد كده اجيب بقى السيجما كيو اللي هو المواضع المختلفه ار اصغر من ار كانت سيجما كيو بتساوي ايه؟ لو جيت رسمت طرف جاوس هنا او كده رسمت طرف جاوس هنا وارسمه كمان من مره هنا عشان بس ابقى الاشكال شايفينها لو رسمته هنا كده يا شباب سيجما كيو بتساوي ايه؟ بتساوي كيو بتاعت البوينت تشارج مش معنى كده اقدر اقول ان اي في 4 باي ار سكوير بيساوي كيو على نفسه نوت يعني معناها اي واحد بتساوي كيو على 4 باي ابسلون نوت ار سكوير ليه سميته اي واحد؟ ده بتاع الريجن الاولى المنطقه الاولى يا جوه وفعلا وانت جوه مش في المجال بتاع البوينت شارج بس اللي هو القانون بتاع البوينت شارج هتاخد عند ار اصغر من 2 ار واكبر من ار وانا طالما مش هبص هناك اقول كيو ماينس كيو يعني بتساوي صفر يعني 2 2 يساوي لو طلعت قبل كده المساله كلها غلط مش فاهم حاجه تمام طيب الوضع الاخير ار اكبر من 2 ار سيجما كيو بتساوي كام؟ كيو ماينس كيو بلس كيو بلس 2 كيو يعني بتساوي كام؟ بتساوي 3 كيو بتساوي كام؟ 4 كيو يعني معنى كده اي 3 بيساوي كام؟ 4 كيو اوفر 4 باي ابسلون نوت ار سكوير كده امتحان في الجوز والكوندكت طب داخل بعد كده لو عايز فرق البوتنشال ما بين مين؟ النقطة A والنقطة B النقطة A نفس القصة النقطة A أهي الأر بتاعها R أوفر 2 والنقطة B فين؟ بره نفس المسألة اللي فاتت يبقى هرجع من إيه؟ أروح قايل VA ناقص VB يساوي الانتجريشن من A إلى B E دوت DA اللي هو نفسه من A إلى B E دوت دي R عشان دي هي نفسها دي R. طب أنت هتكلم من جوه لغاية بره خالص. يبقى أنا همشي الأول فين؟ في الفراغ ده. لكن همشي جوه الكوندكتور، لكن همشي بره الكوندكتور. يبقى هكمل منين بقى؟ من A ل R ومن R ل 2 R ومن 2 R إلى B، صح كده؟ يعني معنى كده هكتب ده إيه بقى؟ يبقى كامل من A ل R دي 1 دوت دي R ومن R ل 2 R ب 2 دوت دي R نفس المنطقة الثانية زي التكامل من 2 R إلى 3 R أو إلى B مكان عرض دي 3 دوت دي R ده بكام؟ بزيرو وأنا ماشي جوه الكونتاكت الانتجريشن ده بكام؟ مش كده؟ لأن إيه 2 بكام؟ بزيرو يبقى 2 بزيرو هتتكامل كله بكام؟ بزيرو عايز اعوض عن اي 1 بقى من فوق اللي هو عباره عن ايه بقى؟ كيو على 4 باي ابسلون نوت ار سكوير دي ار منين بقى يا شباب؟ منين؟ احط الليمت بتاعت التكامل منين لفين؟ من ايه؟ من اول ايه بالظبط؟ يبقى من عباره عن ار على 2 لار زائد 0
للتكامل من ايه بقى؟ من 2 ار الى 3 ار. القانون بتاعها ايه بقى؟ ايه 3 اللي هو 4 كيو على 4 باي افتر النور ار سكوير. تضغط كام وقت؟ واحد على ار ونقص واحد على ار وتعوضه بسرعه 2 ار و2 ار الى 3 ار، ده ما فيش مشكله. اخر حاجه عايزها بقى الورك. بصوا الحته دي عشان ليها معنى ايجابي. هو عايز الورك، عايز الورك منين؟ مش من ار ل 2 ار، مش معنى كده؟ هو عايز يحرك الايه؟ يحرك الشغل ال 20 منين بقى؟ من الانر سيرفيس للاوتر سيرفيس، يعني اول بار الى مش ده بيساوي كيو في في عند 2 ار ناقص في عند ار؟ مش ده المعنى بتاعها؟ في بعكسهم في الورك بعكسهم خدناها كذا مره، فهي في اي في بتساوي كيو مش كده؟ او الورك يعني بعكس الايه؟ دول مع بعض. ليه عملت كده على طول بقى؟ نشرحها عشان نشرح الكونداكتور. مش انت عارف ان الالكتريك فيلد هو الكونداكتور بزيرو؟ يبقى لو انت عملت الانتجريشن من الصفحه الداخليه للصفحه الخارجيه مش هو الحته دي؟ مش هي الحته دي؟ مش ده عباره عن فرق البوتنشال من ار ل 2 ار؟ مش انت هتجيب فرق البوتنشال وتقول هجيب فرق البوتنشال من ايه لار واجمع عليه فرق البوتنشال من ار الى 2 ار واجمع عليه فرق البوتنشال، مش كل دول فرق البوتنشال؟ من اول ايه لغايه ار ده فرق البوتنشال في 1 ومن ار ل 2 ار مكانه في 2 فرق البوتنشال ده زائد فرق البوتنشال ده بالاعتدال بزيرو. يعني معنى كده الكوندكتور لازم البوتنشال بتاعه يبقى ايه؟ كونستنت. فرق البوتنشال جوه الكوندكتور بزيرو. كل الكوندكتور كله لازم كل الجهد بتاعه البوتنشال بتاعه يبقى بكام؟ ثابت. ليه؟ نشرحها من ناحيتين. مش احنا قلنا الالكتروستاتيك ستيت الحاله الساكنه بتاعت الكوندكتور معناها مفيش كارنت؟ مفيش كارنت يمشي صح؟ طب معنى كده مش هو جواه فيه الكترون؟ لو في فرق جوه في فرق بوتنشال بين نقطتين في فرق جوه يمشي ايه؟ كارنت على طول مش كده؟ عشان كده الكوندكتور مش في الحاله الساكنه لازم فرق الجهد بين اي نقطتين يبقى بكام؟ بزيرو. مش معناه ان في دايما ثابت عشان كده لازم البوتنشال جوه الكوندكتور ليه نفس الايه؟ الجهد. يبقى فرق البوتنشال بين النقطه دي ودي 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 بكام؟ بزيرو. لانك حتى لو حبيت تعمله هتكون عامل انتجريشن من النقطه دي لدي. مبسوط؟ التكامل اللي جوه بكام؟ بزيرو. ليها تفسير تاني. مش انتوا عارفين ان الاي بيساوي تفاضل الفي؟ صح كده؟ طب احنا اتفقنا ان لازم الالكتريك فيلد جوه الكوندكتور يبقى بكام؟ بزيرو. طب الالكتريك فيلد عشان يبقى بزيرو يبقى تفاضل اللي فيه لازم يبقى بزيرو. عشان تفاضل حاجه وتطلع بزيرو لازم الحاجه تبقى ايه؟ يبقى الفي برضه ايه؟ يبقى اذا اي كونداكتور الكارنت بتاعه صفر الجهد بتاعه ثابت فرق الفيرشه بين النقطتين ايه؟ زيرو عشان يبقى الاكس فيرشه بكام؟ بصفر. عشان كده الشارت بيتكون على ايه؟ الاوتر سيرفر. كده دي مساله كامله مساله في كل حاجه زيها ممكن نعمل مساله عباره عن سيلندر بقى وجواها باي نفس النص ده ممكن تعملوها تمام؟ طب ان شاء الله المره الجايه انتوا هتطلع عندكم امتحان ميكانكس مش كده؟ ان شاء الله هات المحاضره سواء لو بقى نص ساعه بعد ما تمتحنوا الناس اللي هم السكشنال هيبقوا بره اللي فيه اربع سكشن في نفس المدرج فوق اربع سكشن من الجروب الباقيين هيجوا عليهم وهتعمل حاجه لو